لم تعد الحاجة نايفة مضطرة بعد اليوم مغادرة مخيم اليرموك لتلقي علاجها من الربو وأمراض أخرى تعاني منها، فافتتاح مركز طبي للهلال الأحمر الفلسطيني هون عليها وسكان المخيم مشقة التنقل وثمن أجور الطبابة في ظل خدمات متعددة يقدمها المركز. بشكي صدري الكلاوي، هلا عندي في ينبحث ركبي. قبل كنا نتعذب، ما في مكاري، بريد، إشي، نروح نتعالج، بس هلأ من فضل الله صارت عنا هون. طبعاً هذا المركز نحن ابتدأنا بالتفكير بافتتاحه من اللحظة الأولى اللي سمحت فيه الحكومة السورية للمواطنين بالعودة إلى سكنهم في مخيم اليرموك، يعني من حوالي 6 أشهر. طبعاً افتتحنا هذا المركز بداية هذا العام، وطبعاً مركز تخصصي يشمل عيادات أمراض نسائية، عيادات الأمراض الأطفال والأمراض الداخلية، بالإضافة إلى خدمة الدعم النفسي والاجتماعي، يعني هو مركز صحي ومجتمعي بنفس الوقت. طبيعي جداً أن يكون الهلال الأحمر الفلسطيني أول مؤسسة عائدة إلى مخيم اليرموك لتقدم هذه الخدمات، سيما وأن الهلال الأحمر الفلسطيني انطلق من مخيم، فبالتالي كان ضروري جدا وجود الهلال الأحمر الفلسطيني بالمخيم كخدمات طبية ومجتمعية. المستوصف الطبي يضم أقساما عديدة تتنوع بين عيادات للداخلية والنساء والأطفال يديرها كادر طبي مؤهل، إضافة إلى وجود أجهزة طبية حديثة وأدوية مجانية. قسم النسائي مثل ما هو معروف يعني في تقديم العيادة كل ما يخص صحة المرأة من الناحية الإنجابية أو من الناحية النسائية، طبعا مع تقديم مشورة اجتماعية فيما يخص الزواج المبكر مثلا أو مخاطره، ممكن نقدم مشورة قبل الحمل. هلأ حاليا أغلبهم صراحة رشح وأعراض قريب، يعني هذا لكل الأعمار، بس في عندنا مرضى المسنين ضغطه سكري عم نتابعهم، والأدوية اللازمة بنوصف لهم إياها، الموجود بياخدوا من هون، اللي موجود بيشتري المريض. حاليا احنا هون ضمن مشروع أخذين هون عيادة الأطفال، طبعا هي بتلتزم بمعاينة الأطفال من أعمار 0 ل 14 سنة، فيها مراقبة تطور روحي حركي، مراقبة نمو، موضوع مراقبة التغذية. يقيم المستوصف أيضا دورات في الدعم النفسي لسكان اليرموك الذين عانوا ظروفا صعبة خلال فترة الحرب على سوريا. طبعا لمسنا انه في ضغط نفسي نتيجه شيء خارجي، نتيجه سوء الاوضاع، نتيجه التعامل مع الاطفال، نتيجه الاطفال انه تركوا المدرسه او يعني في تعامل بشكل كبير عم يسبب لهم ضغط نفسي، فمشان هيك نحن اخترنا هذا الموضوع. كون العياده جديده فاول جلسه عم نعملها كثير مفيده، لانه الواحد بحاجه لانه حدا يسمعه، زي ما قلت لك انه ما في جيران تقعدي تشكي لاي حدا حدك، فيكفي انه في حدا عم يسمعك، صديق او مقدم رعايه. كثير بيعنينا شيء كثير يكون عندنا مركز طبي او صحي بالمخيم، حتى طبعا يعالجوا الناس الموجودين هون وشوفوا شو احوالهم، تفقدوهن ويشعروا فيهم. وإلى جانب ذلك يؤمن بيئة عمل محفزة لعدد من الشباب المتطوع في اختصاصات متنوعة. أسعارها تعتبر أدوية غالية عملياً، يعني هي المريض العادي وضعه صعب كتير بالنسبة إنه يأمنها. تقريباً نحن عم نحاول نخدم إنه أي حد عم يدخل لهون عم نحاول نأمن له حسب الكميات المتواجدة يعني. هلا طبيعة عملية داتا انتري منسجل كل شيء، بيانات بتعلق بالمرضى لحد الآن بحدود 108، هي كحد تقريبي، سواء نسائية وأطفال وداخلية بالعيادات، بالتصفيف الصحي، بجائحة كورونا، بكل الأماكن كان لنا دور الحمد لله. وهلا بمشروع زيتونة كان أمل جديد لسكان المخيم وقلنا كمان، لأنه نحن عم نخدم شعبنا وأهلنا بالنهاية. زيارة مستوصف الهلال في اليرموك تعني لابد لقاء مع الحاجة خضرة التسعينية التي لم تغادر اليرموك يوماً ودفعها تعلقها به وبأهله لتقديم هذا المكان لجمعية الهلال بأجر رمزي كأقل ما يمكن فعله كما تقول. ما بيغلى على شعبنا الكريم، عرفتي كيف يا بنتي؟ احنا ده ما كنا لبعض، مين دي ساعدنا؟ الناس هلا ارتاحت، تجيب ابنها بتجيب، تيجي الوحده بتتعالج من غير لا تدفع كشفيه ولا دواء، اذا متوفر هالدواء عم بيعطوهن يعني والحمد لله.
رؤية الناس المتعبة وهي تتلقى طبابتها مجاناً وتبتسم لمن خفف عنها أعباء الحياة الصعبة اليوم هو أهم ما يمكن أن تخرج به من هذا المكان. افتتاح نقطة طبية في مخيم اليرموك هو ليس أمراً إنسانياً فقط بالنسبة للقاطنين هنا، يتعلق بتقديم خدمات صحية، الأمر أعمق من ذلك بكثير. إعادة الحياة للمخيم بكل تفاصيله التي كان عليها قبل الحرب هو حلم الكثيرين الذي أصبح واقعاً قريب يوماً بعد يوم. من مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق لتلفزيون فلسطين، يعلى حسين.